مسمى. قولي لنا بقى كده شويه من الوصفات اللي موجوده جوه الكتاب يا دكتوره ايمان، اللي هي يقدروا هم يعملوها في المطبخ بقى ويعملوها ازاي. انا هستسمحك الاول يا استاذه يسرى واقول ان الكتاب يتميز بحاجتين اساسيتين، وهو ده اللي مخليه مميز وموجه خصيصا للمكفوفين. اول حاجه 25 ورقه في بدايه الكتاب عن ارشادات السلامه والامان اللي يتبعها اي كفيف وكفيفه قبل ما يدخل المطبخ. دي اهم حاجه، اهم حاجه. ليه بقى؟ لان ما هو انت ممكن تكون عندك مخاوف، او اسرتك اللي عايشين معاك هم اللي عندهم المخاوف. فاحنا لازم الاول نديك عوامل وارشادات للسلامه والامان تتبعوها كمكفوفين قبل ما تدخلوا المطبخ او اثناء تواجدكم في المطبخ. بعد كده لا قولي لي بقى من الارشادات دي بقى يا دكتوره ايمان زي ايه بقى مثلا؟ طيب، من اهم الارشادات في الكتاب ان الكفيفه او الكفيف لما يدخل المطبخ لاول مره واول زياره لازم يكون معاه مصطحب حد من عيلته المبصرين. ومن اهم الحاجات انه يقوم بترتيب ادوات المطبخ على حطه ايده. بمعنى انه يرص التوابل ويعرف ان هي دي اماكنها، يرص المعالق، يرص السكاكين، يرص كل الادوات بتاعته ويعرف مكانها. وتاني نصيحه للمبصرين اللي عايشين مع الكفيف او الكفيفه، بعد ما يتم ترتيب المطبخ من الكفيف والكفيفه محدش يخش يغير الترتيب ده. من الحاجات اللي بنوصي بيها ان يا ريت يطبع لهم حد يساعدهم برضو في طباعه عناوين التوابل وكل ما يخص المطبخ بطريقه برايل، ولصقها على ايه الازايز وعلب التوابل. هو هنا لو في حاله لو الترتيب بقى اتغير وهم حاطين الملصق ده بطريقه برايل عادي بقى مفيش مشكله. بس هيعطلوا في الشغل. يعني بدل ما هياخد 5 دقايق هتلاقيه بياخد 10 دقايق لانك لخبطتيه. هو عنده الذاكره، في ربنا ما شاء الله بيعوضهم بذاكره حاده جدا، وجزء من الذاكره دي ذاكره الايد. بيفتكر انه حط الحاجه فين وازاي، فيستحسن ما نلخبط لهمش الرصه دي. من النصايح اللي بنقولها في ارشادات السلامه والامان، لو عندكم حيوان اليف زي قطه في البيت بيرجى ان انتوا تحطوه في السبت الخاص بيه وتقفلوا عليه علشان ما يجريش فجاه او يدخل عليكم المطبخ فجاه يلعبك لكم الدنيا او يتسبب في حدوث حادث. بنقول لكل كفيفه وكفيف ما تلبسش ملابس فضفاضه ولا ذات كم واسع وطويل، لان ده ممكن يساعد على لا قدر الله تعالى اللهب في الملابس. ونصايح كتيره وارشادات كتيره. حاجه جميله يا دكتوره ايمان، نصايح مهمه جدا ومفيده جدا جدا. طب هل تفتكر يا دكتوره ايمان ان ممكن فعلا لو في اللي هم يعني اهالي الكفيف، هل فعلا ممكن يامنوا ان هم يدخلوه المطبخ مع وجود الوصفات دي في الكتاب؟ شايفه ان عنصر الامان او الاطمئنان وخصوصا لو هو سنه صغير؟ هو بصراحه عنصر الامان والاطمئنان بيجي الاساس من الاهل. هم اللي عندهم القدره على نقل حاله من الامان والثقه الكامله في الكفيف والكفيفه علشان يبدا يقود المغامره دي. هي في الاول بتبان انها مغامره ونوع من انواع التحدي، بس بعد كده لما فعلا بعت كذا نسخه من الكتاب لقيت اهالي المكفوفين بيكلموني وبيقولوا لي بنتنا فعلا اتشجعت وعملت الوصفه الفلانيه، ابننا دخل وجرب يعمل الوصفه الفلانيه. ففعلا هي بتديهم امل واحساس بالثقه والقدره على الاعتماد الكامل على الذات، واني زي اي حد في البيت. انا زي اي حد انا كمان ممكن اكون اشطر. انا عايزه اقول لك عندنا ان شاء الله هيبقى معانا اول مدربات كفيفات على مستوى مصر والوطن العربي ان شاء الله في اوائل شهر 8، هننزل باول كورس تدريبي وجها لوجه بيننا وبين الكفيفات، والمدربات هيكونوا كفيفات. يعني ممكن تكون كفيفه عندها موهبه الطبخ اصلا بس هي مش قادره تدخل المطبخ خايفه واهلها خايفين عليها، بوجود الكتاب وهي هتنفذ اكتر من وصفه بنفسها ده هيخليها تحس بموهبتها ويديها ثقه بنفسها وتبتدي تندمج في المجتمع بشكل اكبر. اكيد، وكمان بيحسسهم ان هم يقدروا يفتحوا بيوت. في ام قالت لي جمله مش هنساها، قالت لي اتعرفت على ابنها عنده 10 سنين في مسابقه كاس مصر للمكفوفين في السباحه. قالت لي انا عايزاه يتعلم لان انا مش عايشه له، انا مش هبقى له طول العمر، فانا عايزاه يتعلم كل حاجه يقدر يتعلمها. فقد ايه يعني احساس الامهات ان عندهم حد من الاشخاص ذوي الهمم من المكفوفين، ان هم برضو حاسين بانه ما انا مش عايشه لها طول العمر، ما انا مش باقي له طول حياتي، فلازم هو وهي يعتمدوا على نفسهم ويحسوا ان هم جزء لا يتجزا من المجتمع ويقدر يعمل اي حاجه من غير مساعده. حقوق، والحقوق دي احنا لازم نشجعهم على الوصول ليها. فالفكره بتاعت الكتاب بتجسد الفكر ده انه كل كفيف وكفيفه يستطيع. هل انت حطيتي الوصفات العامه يا دكتوره ايمان ولا لا؟ تعمدتي ان انت تعملي تنوع في الوصفات، حلو وحادق ومشروبات؟